السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم التماثل الكلي في زخارفنا الإسلامية، وعندنا هنا بنشوف طريقة رسم هذه الوحدة عن طريق هنا بنرسمها في ورقة خارجية، وبعد كده ونحضر لها الألوان، وبعد كده بنكررها بالشكل اللي شايفينه على هيئة مربعات بشكل متكرر. واستخدمنا طبعا فيها ثلاث ألوان أساسية، الأصفر والأحمر والأزرق. إذا استفدتم من هذا الفيديو وإذا أعجبكم إن شاء الله، لا تنسوا لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. بنشوف الأدوات اللي احنا نستخدمها في هذا العمل: المسطرة وأقلام ألوان فلوماستر، ثلاث ألوان الأساسيين احمر وازرق واصفر، وهنا ايضا هذه نوع ثاني من الوان الفلوماستر، ايضا الازرق والاحمر والاصفر، هذه الالوان الاساسيه. والقلم الرصاص وورق شفاف اللي هو هذا ورق عادي، طبعا زي احنا عارفين ورق الشفاف بيكون موجود في المكتبات، ورق شفاف زي هذا ممكن نستخدمه ممكن ما نستخدمه حسب التصميم، لكن بيستخدم اكثر في التصميمات اللي فيها زخارف نباتيه. فنبدأ مع بعض باستخدام المسطرة والقلم الرصاص، ونبدأ نقسم هذه إلى طبعا إلى 9 مربعات. هنختار واحدة واحدة فقط ونبدأ نرسمها عشان نسهل الموضوع عليكم، يكون أبسط. هنا هذه من هنا كده إلى هنا 15 سنتي، لو كل مربع عملنا 3 سنتي بدأنا من هنا، والثلاثة إلى يبقى نبدأ من أول 3 إلى 12. وهنا 6، نعمل نقطة عند 6 ونعمل نقطة عند 9، كل 3 سنتي يعني. أيضا هنا نفس الكلام 9 سنتي، هنقيس 9 سنتي بالضبط، نحاول نخلي زاوية قائمة قدر الإمكان، و 9 سنتي أهي عند 3 نقطة وعند 6 نقطة. بالشكل هذا أصبح عندي 9 مربعات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ممكن نعمل وحدتين مختلفتين عن بعض، وممكن نعمل وحدة واحدة فقط ونكررها. هنشوف كده ورق الشفاف، هنعمل واحدة كده نشوف طريقة رسمها. يعني أنا مثلا عندي مربع هنا اهو، ممكن اقسمه الى اقطار بالشكل هذا، بعد كده هعمل هنا مثلث موازي كده لهذا الخط، وهنا واحد وهنا واحد وهنا ايضا مثلث، وهبدا بقى طبعا اختار الالوان المناسبه ليهم، وهنشوف مع بعض ممكن اكرر بقى هذا في كل هذه المربعات ونشوف الشكل في الاخير هيكون. طبعا هذا الوحدة هذه فيها تماثل، تماثل كلي، لأن النصف هذا لو قسمناه نصفين كده هذا نفس هذا صح، ولو قسمناها أيضا كده هيكون هذا نفس هذا نفس هذا نفس هذا، أو اللي فوق يكون نفس اللي تحت، ولو اللي على اليمين نفس اللي على اليسار، وهذا في تماثل كلي. هذا هو المهم في الوحدة اللي احنا نرسمها. فهبدأ مع نبدأ كده هنعمل هذه، نقسم هذه إلى أقطار، خلي خطوط خفيفة أفضل، يعني ممكن ما نحتاج هذه الخطوط. طيب بعد كده جنب كل خط هعمل خط آخر، يعني هنا من هنا كده هعمل خط من هنا، وطبعا من فوق ومن تحت خط أيضا من هنا عشان اطلع بس الشكل المثلث. اول مربع بس اوريه لكم، وبعد كده وهنا ايضا شايفين خط من تحت القطر هذا، وخط هنعمل من فوق كده، وهنا ايضا هذا خط كمان فوق القطر اساسا هو اللي من النقطه الى النقطه، وهذا من فوق. طيب هنعمل من تحت خط اخر،
إذا قمنا بمسح هذه الخطوط، شايفين هذه كده، هذه هيصبح عندنا الشكل اللي احنا قلنا عليه، مثلث هنا فوق، مثلث على اليمين، ومثلث على اليسار، ومثلث تحت. طبعا هذا فيه تماثل كلي، فبالتالي هبدأ ممكن هنا ايضا اعمل شكل زخرفي عادي، ممكن اعمل شكل مختلف، لكن هنحاول نكمل على نفس النمط كده ونشوف شكلها. لو حابين نعمل واحد مختلف ممكن نعمل واحد مختلف، لكن هنكمل على نفس النمط. فاذا يبقى هعمل كلها اقطار، اقسمها كلها اقطار كده، خطوط خفيفه طبعا اللي احنا شفنا بيتمسح. كده اصبح عندي التسع مربعات نفس بعض كلهم فيهم، فببدا امسح الخطوط، قلنا هذه الزياده. هنفرض مثلا ان انت ما عرفت ترسمها بنفس الطريقه اللي انا رسمت بيها هذه. طيب في طريقه اسهل، ان احنا اول شيء هنعمل مربع واحد فقط، هنعمل مربع واحد بجيب ورقة الشفاف هذه وهرسم المربع بالضبط كده. أنا اللي يهمني الشكل الداخلي فقط. شايفين هنرسمها المثلث هذا والمثلث هذا وهذا أيضا وهذا، وده اللي يهمني. طيب ارسمهم اضعهم كيف؟ اه، بنقلبها كده وابدا اضغط على القلم، اضبط المربع على المربع بالضبط، وابدا اضغط بالقلم كده على الخطوط اللي عندي وتطبع معايا تحت على المربع اللي تحت. بعد كده المسطرة بعدلها، شايفينها؟ هتطلع معانا بالشكل هذا. طبعا في باقي المربعات نفس الطريقة، لكن عملتها كده بالمسطرة مباشرة عشان تظبط معايا الشكل. طيب كيف هنلونها؟ هجيب ورقة اللي احنا جربنا فيها، نجرب فيها الألوان ونشوف هنلونها كيف. بنجرب الألوان على وحدة خارجية عشان تظبط معانا. أنا مثلا هنا ممكن أعمل مثلا هنا الأصفر منتصف، خلاص نشوف هنا الأزرق مثلا، وهنا أزرق. طيب بعد كده أحمر وأحمر، خلاص انا ظبط معايا وحده شكلها جميل اعجبني. خلاص عايز اغير الوان، اجرب ممكن اجرب على واحده الاشكال الاخرى عادي. ببدا بقى في الوحده الاساسيه والشكل الاساسي اللي انا هعمله، وهبدا نفس الالوان هكررها في كل مربع. يعني مثلا هذا الاحمر، وبكده نكون انتهينا من تلوين الوحدات الزخرفية بطريقة بالشكل المتماثل اللي احنا شايفينه هذا.
اخترنا فيها ثلاث ألوان الأساسية، الأزرق والأحمر والأصفر، وطلعت معنا بالشكل اللي احنا شايفينه هذا. إذا استفدتم من الفيديو لا تنسوا لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.